بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اهل القمه. النهارده حلقتنا مهمه جدا جدا، هنبدا بالاستعدادات المهمه للاستقبال العام الدراسي الجديد. والغرف التجاريه طبعا اعلنت حاله طوارئ لتنظيم معارض اهل المدارس، طبعا طبقا لتوجيهات القياده السياسيه بتوفير السلع يعني اللي بتحتاجها الاسر المصريه باسعار مخفضه. بيكون اهداف مهمه جدا جدا لهذا المعرض، منها دعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم بتوفير السلع اللي تحتاجها الاسره المصريه لابنائها في مراحل التعليم المختلفه، منها طبعا الادوات الكتابيه والملابس الجاهزه والزي المدرسي والاحذيه والمنتجات الجلديه والحاسب الالي والسلع الغذائيه حتى بتبقى موجوده، وسلع طبعا اخرى كتيره جدا. المعرض ده الحقيقه بيحظى باهتمام كبير جدا من الدوله بتوجيهات مهمة جدا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيفتتحوا طبعا كل عام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وطبعا بوجود الغرف التجارية والوزارات المعنية والجهات المعنية، وبيبقى فيه تسليط ضوء إعلامي كبير جدا جدا عليه في كل المحافظات. المعرض الرئيسي الحقيقة بيبقى في بتنظمه غرفة القاهرة للتجارية بالتعاون مع وزارة التموين، بيكون طبعا في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر بجوار محطة مترو أرض المعارض. وعايز أتكلم هنا في الجزئية دي، الحقيقة بيتم اختيار المكان ده لأنه سهل جدا على المواطنين خاصة المحدود الدخل أنه يطلع من محطة أرض المعارض يقدر ياخد احتياجاته من المعرض. فدي طبعا من الحاجات المهمة، أنت بحيث أن أنت تقدر تدعم المعرض وتساهم في نجاحه توفر المكان اللي الناس توصل له بسهوله، وده طبعا كلام يعني مهم جدا نشكر عليه طبعا الغرفه التجاريه للقاهره. الحقيقه ومعرض اهل المدارس بيحظى باهتمام كبير جدا من الدوله بتوجيهات من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيفتتحه طبعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وجود عدد كبير من الوزراء ورئيس الغرفه التجاريه للقاهره ورؤساء الهيئات. وطبعا المعارض مهمه جدا على مستوى الجمهوريه، نتكلم عن المعرض الرئيسي اللي بيبقى في جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر بمدينه نصر، بيكون بجوار محطه ارض المعارض محطه المترو، ودي حاجه مهمه جدا جدا ان انت بتوفر المكان اللي يقدر المواطن يوصل له بسهوله. طبعا محطه مترو ارض المعارض سهله ان انت تطلع منها تقدر تروح تاخد احتياجاتك من المعرض، والتخفيضات اللي بتبقى مهمه جدا جدا هنعلن عنها برضو خلال الفتره اللي جايه، تخفيضات مهمه جدا جدا. ومن هنا بدات غرفه القاهره التجاريه برئاسه الاستاذ ايمن العشري الاستعداد مبكر، وعقد طبعا اجتماع حضر عدد من اعضاء مجلس اداره الغرفه ورؤساء واعضاء الشعب التجاريه واعضاء شعب الملابس والادوات الكتابيه والاحذيه والملابس الجاهزه طبعا والمنتجات الجلدية وغيرها، والحاسب الآلي طبعا مهم طبعا الحاسب الآلي والقطاعات الأخرى. ودارت المناقشات حول أهمية تنظيم هذا المعرض ودعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة، ومطالبة العارضين بضرورة تقديم أكبر نسب خصم على المعروضات في ظل الدعم الغرفة المادي للمعرض. خليني بس أقف عند الحتة دي، الغرفة بتطالب العارضين بتقديم أكبر نسب خصم ليه؟ لأنها بتقوم بتجهيز المعرض، بتتحمل تكلفة التجهيزات كاملة دون أن يتحمل أي عارض التجهيزات، يعني العارض بياخد المكان ويعرض السلعة بتاعته، عايزين منك يا سيدي يعني جودة عالية للمنتج وسعر مناسب. طبعا اتفق الحضور بالكامل على أهمية دعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم مع دخول العام الدراسي الجديد بتقديم سلع ذات جودة عالية وأسعار خاصة جدا جدا جدا. خلينا أقف هنا عند خبر للأستاذ أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية اللي وجه الشكر للقيادة السياسية على الدعم الكبير لهذا المعرض والاهتمام به، وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية توفير سلع بأسعار مخفضة لأهالينا مع بداية العام الدراسي الجديد. وقال كمان أن بدأت فعلا الترتيبات لتنظيم معرض أهل المدارس بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، اللي طبعا إن شاء الله هيتم الإعلان عنها عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة القادمة. لكن في غرفة القاهرة بدأنا الترتيب فعليا من خلال اجتماعات مكثفة مع منتسب الشعب التجارية المختلفة، خاصة التي تتعلق بالعام الدراسي زي الأدوات الكتابية والملابس الجاهزة والأحذية والمنتجات الجلدية والحاسب الآلي والقطاعات الأخرى، كمان بيبقى فيه المواد الغذائية. والاستاذ ايمن العشري قال ان الغرفه بتتحمل كافه تكاليف التجهيزات للمعرض، والعارضين ليس لهم اي علاقه بالتكلفه، ولكن العارض علشان كده بنركز مع العارضين على ان العارض يقدم لنا سلعه ذات جوده عاليه وباقل سعر
علشان نقدر ندعم المواطنين بسلع ذات اسعار يعني مخفضه، لان كان كده السلعه بتروح له بالتكلفه. ده طبعا دور مهم جدا مجتمعي بتقوم به الغرفه التجاريه، وقال ان اهالينا لازم نوصل لهم هذه السلعه في ظل العام الدراسي الجديد وتخفيف العبء عنهم. قال ان كمان مش هيكسب، مش المواطن بس اللي بيحقق مكاسب، ده كمان التاجر بالعكس، انه بيقدم سلعته وبيتم الترويج ليها من خلال المعرض. في المعرض طبعا عليه تسليط ضوء اعلامي كبير جدا جدا، فطبعا العارض مستفاد وبتستفاد التجاره الداخليه بالكامل بالتنشيط والدعم. مهم جدا جدا لان المعرض مهم بتنشيط التجاره الداخليه، مهمه جدا جدا جدا. طبعا الاستاذ ايمن العاشري قال ان في عدد كبير جدا هيشارك، لكن الاهم بقى من العدد الكبير اللي هيشارك في المعرض انه يقدم لنا المطلوب لتحقيق اهداف الدعم المجتمعي الحقيقي، ويكون من ضمن اسباب نجاح المعرض، وهو ما نركز عليه حاليا. ولذلك نركز في قبول العارضين الذين سيكونوا في المعرض على السلع وجودتها والسعر المنخفض، وهناك متابعه لحظيه لتفاصيل المعرض من اللجنه المشكله بالغرفه، يعني من الآن حتى الترتيبات النهائية من مدة المعرض والانتهاء منه بإذن الله. فطبعا كلام مهم جدا جدا، يعني انت بتتكلم في المعرض، انت بتتكلم في معرض أهل مدارس، بتتكلم في المتابعة، الترتيبات اللي قبل المعرض واللي أثناء المعرض لحد المعرض ما ينتهي، المتابعة. لأن دايما بيقول ان انت لو عندك مشروع او عندك شركة او عندك اي حاجة ما عملتش متابعة ليها، موضوع نجاحها ده هيبقى فيه مشكلة شوية. لكن المتابعة هي اللي بتخليك تشوف الإيجابيات وتشتغل عليها، والسلبيات وتحاول تتفاداها. وده الحقيقة اللي بتعمله الغرفة التجارية للقاهرة، نشكرهم شكرا جزيلا. ودي تصريحات الأستاذ أيمن العاشري رئيس غرفة القاهرة التجارية. الكازينو الصيفي مهم جدا جدا الحقيقة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية عاملة شغل هايل الحقيقة. الكازينو الصيفي بيوفر سلع بأسعار خاصة للمواطنين ويستفيدوا منه، وكمان مش الإفادة للمواطنين بس، ده الإفادة كمان للتجارة الداخلية بنشاطها. والأوكازيون ليه تفاصيله وليه نظامه في الاشتراك، هو صحيح نظام اختياري، لكن اللي بيشترك في الـ في الـ في الـ في الأوكازيون وزارة التموين بتنظم ده، وليها نظم وأطر في تنظيم هذا الأوكازيون. تعالوا نروح للأستاذ أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية معانا على التليفون. ألو. اهلا وسهلا يا استاذ فيصل بحضرتك، واسمح لي في البدايه طبعا يعني ابارك لحضرتك على البرنامج وربنا يوفقكم يا رب. خليني الاول انا احييك دايما، انت الحقيقه بتوفر لنا المعلومه، ودايما اقول ان انت الحقيقه من الشباب المحترمين اللي بتوفر لنا المعلومه دايما، وتخلينا يعني مبسوطين ان احنا دايما عايزين نتعاون معاك، وده المفروض المسؤول يكون بهذا الشكل. والحقيقه يعني من الشباب المحترمه جدا اللي بنعتز بيها الحقيقه يعني. أشكرك يا فندم وربنا يوفقكم يا رب. كلمني عن الأوكازيون وعدد المشاركين فيه حتى الآن. إحنا الأوكازيون بدأ تحديدا من 5/8، معالي الوزير الدكتور شريف فاروق وجه ببدء الأوكازيون الصيفي، ومنذ بداية الأوكازيون حتى تاريخه ده يعني خبر حصري لحضرتك، وصلنا إلى 2720 محل مشارك في الأوكازيون. الأوكازيون زي ما حضرتك أشرت في المقدمة هو اختياري، كل ما هنالك ان صاحب المنشاه او المحل التجاري بيتقدم بالسجل التجاري وصوره البطاقه للدائره التموينيه او للاداره التموينيه اللي تابع في دائرتها المحل، وبيحدد نسب الخصومات المتوافقه معاه، بيتم مراجعه الفواتير عن الشهر السابق للاوكازيون، بنشترط عليه يعلن عن نسبه التخفيضات، وبنشترط عليه يكتب السعر القديم والسعر الجديد، وكل مواطن من حقه طبعا ان هو يشتري السلع بالتخفيضات اللي موجوده ويحتفظ بالفاتوره. والحمد لله في رواج في عمليه الاوكازيون، ان هو بينشط حركه التجاره الداخليه، وبرده هو ممتد لمده شهر يعني من 5/8 لحد 5/9، وان شاء الله اذا كان هناك في اقبال عليه بالتزامن مع معرض اهلا مدارس يمكن مده، وطبعا دي بتبقى فرصه للاسره المصريه ان هم يستفيدوا بنسب خصومات كبيرة في محلات الملابس، وأيضا المنتجات البلدية، وأيضا الأحذية والشنط، وفي تنسيق مع السادة رؤساء الغرف التجارية، وخاصة القاهرة والجيزة والأسكندرية والقليوبية، لأن أنا بقول لحضرتك القاهرة
بحكم ان اكبر عدد محال مشارك على مستوى الجمهوريه بيبقى في محافظه القاهره العاصمه، والحمد لله في تنسيق مستمر ما بين الوزاره وما بين الغرف. يعني محافظه القاهره حوالي 1155 محل مشارك حتى هذه اللحظه، بعد كده محافظه اسكندريه في حدود 460 محل، بعد كده محافظه الجيزه حوالي 480، وبالتالي في اقبال كبير من ساكني او مواطني هذه المحافظات للشراء من خلال الاوكازيون. استاذ احمد، ازاي اظبط عمليه التخفيضات؟ اعرفها صحيحه مش صحيحه حقيقيه؟ يعني انتوا بتشتغلوا الموضوع ده ازاي؟ احنا فندم عندنا مفتش في التجاره الداخليه، بيبقى كل مفتش في قطاع التجاره الداخليه ومديريات التموين بيدخل على المحل المشارك في الاوكازيون برغبته، وبيدخل يتحقق من الفواتير من مصدر الشراء، وبيراجع شهر كامل قبل الإعلان عن الأوكازيون، وبيقارن السعر قبل الأوكازيون والسعر بعد الأوكازيون علشان يبقى الأوكازيون حقيقي وليس وهمي، ولازم يكون معلن عن الأسعار علشان أي مخالفة يتحرر له محاضر تموينية، سواء أوكازيون وهمي أو عدم إعلان عن الأسعار. طيب عشان نكمل الموضوع، هل في شكاوى جت خلال الفترة اللي فاتت؟ ولو في شكاوى تعاملتوا معاها ازاي؟ لو في شكاوى بتبقى جايه من خلال المرور الدوري اللي بيحصل او الخطوط الساخنه، بتبقى الشكاوى منحصره في عدم الاعلان، او حد اشترك في الاوكازيون بدون تصريح، او عمل اوكازيون وهمي، وعدد المخالفات يعني لا تتعدى 250 مخالفه منذ بدء الاوكازيون مقارنه بعدد المشاركين حوالي 2720. فالحمد لله في التزام وانضباط من المشاركي في الاوكازيون هذا العام. لو قلنا ممكن، يمكن حضرتك ذكرته برضه، لو قلنا ممكن الاوكازيون ممكن يتم مده على اساس ان في موسم الدراسي، ومع كمان معرض اهل المدارس بقى في اتاحه فرصه وتوفير للسلع للمواطنين بشكل اكبر، يعني ده متاح في الفتره اللي جايه؟ طبعا انا بقول لحضرتك الفكره في الاوكازيون هو تقييم عدد المترددي على الاوكازيون ونسبه المبيعات، وده بنرصده من خلال التعاون مع مديريات التموين ومع الغرف التجاريه، واذا كانت بعض المحافظات او المحافظات على مستوى الجمهوريه في مد بيبقى بتقييم بحركه وحركه التجاره الداخليه والاقبال عليها من عدمه. ولكن بالتوازي مع ده احنا بنجهز دلوقتي ان شاء الله لمعرض أهلا مدارس، وإن شاء الله الوزارة هتعلن تفاصيله قريب جدا. أستاذ أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، شكرا جزيلا. نطلع فاصل وأرجع لحضراتكم من جديد. مرة تانية أهلا بحضراتكم، رجعنا لفقرتنا الرئيسية ولقائنا المهم مع القبطان طارق سمير رئيس مجلس إدارة شركة فيرست كوزماتكس لمستحضرات التجميل. لقاء مهم جدا جدا، وتفاصيل عن هذا اللقاء وحكاية مهمة جدا جدا وحدوتة حلوة مصرية وناجحة بنحطها قدام حضراتكم وقدام الشباب كعادة برنامجكم أهل القمة، إن شاء الله تعجبكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. النهارده قصه نجاح جديده في اهل القمه معانا في من مدينه العبور وبالتحديد من المنطقه الصناعيه. هي النهارده قصه نجاح في قطاع مهم جدا لكل الاسر المصريه، لكل المؤسسات، قطاع مستحضرات التجميل، وبالتحديد قصه نجاح للقبطان طارق سمير. الحقيقه هذه الشخصيه المحترمه اللي حققت نجاح في هذا القطاع، وعلشان كده موجود معانا النهارده في اهل القمه. خلينا نرحب بيه استاذ طارق، اهلا بيك في برنامج اهل القمه. اهلا بيك يا استاذ فيصل، واهلا بحضرتك في مدينه العبور، واهلا ببرنامج اهل القمه. وفي الحقيقه بحييك على البرنامج الجديد اهل القمه. هو زي ما حضرتك اديتني فكره عن البرنامج، هو ده بيتكلم عن قصص نجاح لرجال اعمال ومستثمرين، وبالفعل دي حاجة خطوة إيجابية جدا، لأن احنا النهاردة بنقدم نماذج صالحة أنها يحتذى بها في المجتمع. النهاردة أنت حضرتك بأي قصة نجاح بتقدمها بالفعل لازم تكون مثل للشباب، أن هم فكرة يشقوا بها طريقهم وفكرة يتخذوها في مستقبلهم. وبالطريقة دي احنا بنقدر ان احنا نقدم للجيل الجديد طريق يمشوا عليه، وطريق يبقوا هم حاسين ان هم في النهاية هيبقى له نجاح في كفاحه ونجاح لطموحه. صحيح، كمان احنا بنركز على كل القطاعات، يعني احنا هنروح لكل القطاعات. معنا اهل الكلمة في كل القطاعات، معنا رواد الاعمال، معنا الشباب. الهدف في الاخر بنقدم صورة عن نماذج مصريه للعالم كله، صوره مضيئه كده، وبلدنا مليانه الحقيقه. بالفعل مصر بلد عطاءه وبلد ولاده ومليئه بقصص النجاح اللي ممكن ان احنا نكررها للجيل الجديد، وممكن ان احنا نقدمها بشكل افضل وتبقى قصص نجاحات اكتر واكتر للمستقبل. استاذ صالح، ايه قصه الابطان دي؟ قصة الأبطان دي أنا خريج دي الدراسة بتاعتي، أنا خريج الأكاديمية العربية للنقل البحري، ده سنة 85، ودي من 40 سنة، ودرست ملاحة في الأكاديمية العربية للنقل البحري، وفي الحقيقة اشتغلت شوية في البحر، لكن هو البحر عشان مجال مش مستقر ومش على طول سفره كتير، وبالتالي أنا فكرت أعمل مشروعي في الأرض، وده كان بداية مشروع. مشروع اللي هو قصة مستحضرات التجميل وال طب خليني تصنيع مستحضرات التجميل. البدايه كانت ازاي يعني؟ البدايه ان اتحول من البحر لبزنس. البدايه ان الوالد كان عنده محل بيوتي سنتر او كوافير للسيدات، وانا كنت ابتديت اعرف المنتجات اللي بيستخدموها والحاجات اللي بيعوزوها في المهنه، وابتديت ان انا اعملها في مصانع عند الغير. كان في مصانع بتعمل لنا خطوط انتاج خاصه بينا، وفضلنا كده فعلا لغايه سنه 98. وبعدين في 98 انشانا شركه متخصصه في انتاج مستحضرات التجميل، بتصنع عند الغير خطوط انتاج مخصصه لنا في اكثر من مصنع. وابتدينا نورد المحلات، والمحلات تبيع للعملاء. وفي سنة 2004 ابتدينا ناخد أرض في المنطقة الصناعية في العبور، ودي كانت البداية الحقيقية بقى، لأن النهاردة بداية التحول بقى، التصنيع بقى من التجارة للتصنيع. طبعا هو طبيعي أن أي مستثمر أو رجل أعمال بيبدأ بالتجارة لأنها المجال الأسهل. وبعد كده ابتدينا سنة 2004 نبدأ مصنعنا في منطقة العبور، ونبدأ الإنشاءات ونشتري المكن. أول إنتاج بالفعل بدأ سنة 2007. ومشينا بالتوازي، كنا بنتاجر وفي نفس الوقت بنصنع. ابتدينا نستورد برضو بعض المستحضرات من بره مصر، وابتدينا نحاول ان احنا نوجد لها المثيل اللي بيصنع محلي في مصانعنا، فبقينا ننتج. واحنا بالطريقه دي عملنا المعادله الصعبه، ابتدينا ننتج المنتج الجيد اللي له مثيل مستورد ولكن بجوده مصريه وبسعر منافس مصري. وفضلنا كده فعلا لغايه النهارده. تقريبا احنا ما بنستوردش يعني، او حجم الاستيراد قل جدا. دلوقتي احنا في سنه 2024 احنا تقريبا
من 85 ل 90% من دخلنا هو ناتج من منتجاتنا المحليه اللي بتصنع في مصانعنا. ده حلو جدا. طالما انا قللت الاستيراد وبدات يعني اروح بقى للتصدير، يعني الموضوع بقى فيه كده ولا بشغل سوق المحلي بس؟ بالتاكيد بالتاكيد، انت لما بتكون متفوق محليا بتكون متفوق عالميا، وبالتالي بيديك فرصه ان انت تصدر اكتر. عاوز اقول لك كمان ان احنا يعني ابتدينا النسب بين الدخل من المنتج المحلي قياسا على الدخل من المنتج المستورد. احنا ابتدينا سنه 2007 اول انتاج كانت النسبه مثلا 90% مستورد 10% محلي. فضلت النسبه دي تتغير لغايه النهارده. احنا بنتكلم زي ما بقول لحضرتك كده، بنتكلم في المنتج المحلي يمثل حوالي من 85 ل 90% من اجمالي الدخل، وفي المقابل 10% منتج مستورد. النهارده ما بقاش في منتج بنعمله يعني يدخل في الصناعه عندنا احنا بنجيبه من بره. احنا كل المنتجات بتصنع محليا الا القليل منها جدا، اللي ما زال بعض العملاء هو عاوز نفس المنتج اللي انا بصنعه محليا لكن هو عاوزه ان هو يجيبه من بره. فبالتالي احنا بنجيب للنسبه القليله دي اللي هي ما بتتجاوزش حاليا 10% في مقابل 90% كل المنتجات بتصنع محليا. كخامات يعني تقصد؟ كخامات وكمنتج نهائي. انا بكلمك على منتج نهائي بينتج في مصانعنا كاملا من الالف الى الياء. بنصدر في القطاع ده للدول بره؟ بالتاكيد بالتاكيد. بنصدر السعوديه وبنصدر اليمن وبنصدر ليبيا طبعا، وبنصدر كنا بنصدر السودان قبل المشكله الاخيره، وصدرنا نيجيريا وصدرنا كينيا وشغالين ان شاء الله في رسائل للاردن الشهر الجاي. ممكن من متابعتنا لحضرتك برضو بتحضر معارض كتير بره وداخل مصر برضو، فده برضو نوع من الترويج للمنتج ده. المعارض مهمة جدا في مهنتنا واعتقد لكل القطاعات. انت النهاردة لما بتسافر معرض انت بتشوف غيرك بيعمل ايه، بتشوف غيرك بيسوق ازاي، بتشوف منتجات جديدة، بتشوف افكار جديدة، بتديك فرصة للمنافسة، بتديك فرصة ان انت تبتكر وتصنع احدث، بتشوف غيرك بيعمل ايه وبتحاول تتفوق عليه. انت النهارده لو ما شفتش غيرك مش هتقدر تطلع منتج كويس. لازم تشوف ولازم تتعلم ولازم تعرف. الدنيا ما بتجيش كده من مره واحده، لازم واحده واحده ومعرض عن معرض بتلاقي نفسك بتقدم. انت عينك وانت ماشي في المعرض بتشوف الحلو كويس تعمل زيه. صح صح. انت كمان بتطلع على احدث الصيحات واحدث التصميمات فبتبدا تنقل، ان كل دوله ممكن متهيألي يعني ليها شكل في الموضوع ده. احنا يعني خلينا نكون واقعيين، احنا مصر برضو في مستحضرات تجميل ما هياش ليها خبره كبيره قوي، لان احنا يمكن ابتدينا فيها متاخر شويه. لكن مع كتر زيارتنا المعارض وكتر احتكاكاتنا بالدول الاوروبيه وكتر احتكاكنا بدول سبقتنا في القصه دي، مخليانا نتقدم كتير جدا، مخليانا ان احنا نبتدي نحط رجلينا على الطريق، مخليانا ان احنا نبدا نعرف ازاي نطلع منتج جيد شكله جيد وله فعاليه جيده ينافس المستورد بشكل قوي جدا. وكمان اضف الى ذلك انت عندك فرصه كويسه ان عندنا شويه في مصر العماله سعرها مناسب، وبالتالي انت لما بتنتج منتج بيكون في نهايه منتج سعره منافس تقدر تنافس بيه بره. صح. علشان كده انا سالت على موضوع المعارض، وده مهم جدا ان انت تطلع على التصميمات الجديده والشغل اللي اكيد فيه دول متطوره في الموضوع ده، فبالتالي تقدر انت كمان تطور نفسك في مصر في القصه دي. اكيد المعارض بتخليك تتطور، بتخليك تقدم، بتخليك تاخد افكار جديده، بتخليك تاخد اشكال جديده. ده كمان التجميل دي مهنه محتاجه فاشن. النهارده انت لما بتبقى اب تو ديت لكل ما هو بينتج بره، انت النهارده كمان بتقدم سواء للسوق المحلي بتاعك او لسوق التصدير بتاعك، بتقدم منتجات جديده مسايره للمنتجات العالميه اللي بره. انت النهارده ما انتش اقل منهم ابدا، بل بالعكس احنا زي ما بقول لحضرتك انا اقدر ان انا اعمل منتج منافس جدا وسعره جيد جدا، وفي نفس الوقت يقدر ينافس بره وقادر على التصدير وقادر ان هو يقتحم اسواق عالميه. يعني يمكن من دردشت مع حضرتك قطاع مستحضرات التجميل ده هو يهم كل الأنشطة وكل القطاعات وكل الأسر المصرية، يمكن قطاع مشترك مع كل القطاعات.
شايف أهميته إزاي بالنسبة للكل، يعني المؤسسات والبيوت، ويعني موضوع كله محتاجه. دائما وابدا هفضل اقول لك ان التجميل ما هياش سلعه رفاهيه، دائما وابدا. أيوة. بالعكس، التجميل سلعه موجوده في كل بيت. حضرتك النهارده بتستخدم شامبو، بتستخدم شاور، وبتستخدم كونديشنر، وبتستخدم اي كريم تصفيف لشعرك، بتستخدم كريم للحلاقه، بتستخدم افتر شيب بعد الحلاقه. الحاجات دي ما حدش بيستغنى عنها، الحاجات دي موجوده في كل بيت وعلى اختلاف المستويات. سواء انت النهارده راجل مثلا دخل محدود، ينفع تجيب الحاجات دي بسعر منافس، موجوده المنتجات المحليه بتاعتنا. محتاج حاجه اعلى شويه، تقدر تجيب حاجه اعلى شويه من محلات اعلى شويه، لكن ده موجود وده موجود. لكن في النهايه المنتج موجود اساسي في كل بيت. ده مش في كل بيت بس، انت عندك في المسلسلات، في الافلام، في المؤسسات، في السيارات. بالظبط. الموضوع يعني هو انا اقدر اقول عليه ان هو لا، ما فيش حد ما بيحتاجوش يعني. بالظبط. فده اهميته من جاي من هنا كمان. سلعه موجوده في الشركات التجاريه وفي المطاعم. المطاعم في الهاند ووش اللي بعد ما بتخلص اكل بتروح تغسل ايدك. صحيح. الشركات التجاريه في الحمامات موجود الهاند ووش، او موجود الصابون بيغسلوا بيه الايد، يعني كل المنتجات موجوده. علشان كده محتاجين برضو نركز معاها في الفترة الجاية استاذ طارق على صعيد التصنيع. هي سلعة مستهلكة وسلعة ضروري جدا وجودها في كل بيت وكل مؤسسة زي ما حضرتك قلت. فطبعا هي صناعة واعدة وصناعة جديرة ان احنا ندعمها، وصناعة جديرة ان احنا نقف وراها، لان هي في النهاية بتجيب دخل، بتشغل عمالة، بنصدر، بننتج. يعني انت النهارده في منتج حيوي ضروري وجوده في كل مكان. علشان كده يعني لما كنا بندردش كنت بتقول لي التعاون مع المؤسسات مهم جدا، يعني الشركات والمؤسسات الحكوميه والبنوك مهم جدا، بحيث ان الصناعه دي تتطور في الفتره اللي جايه، لانها صناعه يعني هي ليها ايجابيات كتيره جدا يعني. طول ما الجهات الحكومية والجهات الرقابية والإدارات المسؤولة عننا عارفة أهمية الصناعة، طول ما هتدعمنا، طول ما هتساعدنا، طول ما هتذلل العقبات اللي احنا بنواجهها. وبالتالي فاحنا انت النهاردة في صناعة حيوية، يجب توفر مقومات اللازمة لتدعمها، وان انت تساعد المصنعين ان هم يتخطوا العقبات اللي بيقابلوها. وبالتالي فانت محتاج ان انت الدعم من كل الناس. انت النهارده بتنتج سلعه ضروريه في كل مكان، يعني محتاجين مزيدا من التكاتف يعني، او تكامل الادوار نقدر نقول عليه، خاصه في ظل النهج الجديد للدوله والحكومه. وفخامه الرئيس دايما بيتكلم ان في نهج جديد ولازم ندعم الصناعه، ملف الصناعه في اهتمام كبير في الفترة دي من الدولة بيها الحقيقة. احنا في الحقيقة ملاحظين فعلا الفترة الأخيرة هو فعلا الأمور ابتدت تحسن شوية، وحاسين ببعض الدعم اللي موجود من الجهات الحكومية والإدارات المسؤولة عننا. بالفعل ده بيحصل حاليا. كمان موضوع البنوك، توفير العملة، ابتدى الأمور تتحسن بشكل كبير جدا. خاماتنا ابتدينا نجيبها بطريقة أسهل وأسرع، ما بقيناش ندفع غرامات شحنات في الجمارك زي ما كان بيحصل الفترة اللي فاتت. أمور اتحسنت طبعا بنسبة كبيرة جدا، وده يؤدي إن أنت النهاردة بتقدر تنتج منتج جيد سعره منافس في متناول الجميع. وبالتالي النهاردة أي تيسير بيحصل لنا سواء في البنوك أو في الإدارات المسؤولة عننا، أكيد في النهاية هيوصلني أنا كمصنع لمنتج جيد سعره منافس. خلينا نروح يعني دايما في برنامجنا الفكرة بتاعته، يعني صعدت للقمة ازاي في القطاع ده؟ اكيد فيه كواليس. اليوم بيبدأ ازاي؟ يعني اكيد يوم حضرتك ليه طبيعة خاصة. انا يوم صعب شوية يعني، يوم ما اعرفش الناس تقدر تتحمله ولا لا. بس انا يوم ببدأ حوالي تقريبا الساعة 6:30 الصبح. بداية ما بدري قوي، 6:30 حلو جدا. ده يومي كده، ببدأ 6:30 الصبح وبفضل موجود في البيت افطر، وبعد كده بروح بمارس رياضة في جيم قريب من المصنع. وبعد كده باجي المصنع، بكون موجود في المصنع حوالي تقريبا الساعة 9.
وبالتالي ببدأ يومي، يعني يوم العمل بيبدأ 9. المفروض المصنع يعني الشيفت من 9 لـ5، لكن انت طبعا انا اخر واحد بيمشي من المصنع، طبعا فانا يعني ممكن اسيب المصنع على حوالي 7 8 حسب بقى الظروف. بروح اخد برضو باكل يعني وجبة خفيفة كده في البيت وبكمل شغل، يعني ممكن افضل مكمل شغل في البيت لغاية الساعة 12 واحدة بالكتير، لكن اقصى حاجة واحدة عشان بصحى 6:30 الصبح، يعني ساعات نومي تقريبا تتراوح من 5 لـ6 ساعات يوميا. هو قليل يعني، انا عارف ان هو قليل ومش صحي، بس هو انت النهارده الشخص المسؤول يعني بطبيعة الحال لازم يفكر في وقته ويفكر ان هو يستغل كل دقيقة معاه في شغله، وده اللي بيؤدي الى النجاح. فكرة يعني انا عارف ان في شباب كتير اليومين دول يقول لك انا عدد ساعات عمل محدودة، بس انا بشتغل من 9 لـ5 وخلاص كده. لا، اللي عاوز ينجح مش مستحيل صحيح هينجح بالطريقة دي، لا، اللي عاوز ينجح لازم طول الوقت يفكر في شغله، لازم طول الوقت ما يضيعش دقيقة واحدة في حاجة غير مفيدة. صحيح. في وسط زحمة اليوم اللي حضرتك بتقوله ده، الأسرة ما بتتأثرش بالموضوع ده؟ الأسرة بتتأثر أكيد، لكن أنت النهاردة برضو الأسرة شايفة نجاح. صحيح. يعني طبعا لازم يكون معاك الزوجة، لازم تكون متفهمة جدا ان انت راجل بتعمل شغل وراجل مسؤول وعندك مسؤوليات ورا منك، وبالتالي هي لازم تبقى متفهمة ان وقتك لشغلك في الاخر بيعود عليك بالنجاح. محدش بينجح لوحده، اللي بينجح بينجح بأسرته وبينجح المساعدين معاه اللي في العمل، الناس المحترمة جدا اللي وقفت معايا من البداية. أنا النهاردة من ضمن الموظفين الموجودين معانا هنا في الشركة، احنا معانا ناس موجودين من سنة 98، انت بتتكلم النهاردة في تقريبا حوالي 26 27 سنة، الناس دي موجودة معانا من ساعتها ما مشيتش، الناس دي من ضمن الأعمدة وكلهم من أصول الشركة خلاص، دي أعمدة في الشركة، ودي دي اللي بنت معاك المكان، دي اللي بنت الصرح اللي النهارده اللي واقف على رجليه، اللي بقى له اسم، اللي بقى له منتج بيتسال عليه في السوق، اللي بقى له منتج موجود في التصدير وبيتسال عليه في التصدير. فالنجاح بيبقى مجموعة أفراد مش واحد لوحده أبدا. يعني مفيش يوم كده زوجة حضرتك تطلع أنت اليوم صعب ومش عارفين نقعد معاك، يعني وسائل الدعم اللي أكيد أكيد فيه، بس في النهاية وبرضه أنت بتدي بيتك حقه، لكن في النهاية انت هم عذرينك لان هم شايفين في نجاح بيتحقق، في حلم انت سعيت وراه ووصلت تحقيقه، وبالتالي هم سعداء ان هم كانوا احد شركاء هذا النجاح. هم جزء كمان ان النجاح ده اللي فيه دعم، لازم يبقى فيه دعم بالتأكيد، يعني عشان اوصل ابقى موجود في اهل القمة مع في القطاع ده او على القمه في القطاع ده، اكيد في المقام الاول في ناس كتير ليها فضل بعد ربنا بينهم الاسره، بالتاكيد كواليس الاسره مهمه جدا. النجاح نجاح جماعي وليس نجاح فردي. كل المجموعه اللي شاركت في هذا النجاح هي النهارده مجموعه اشخاص مخلصين للمكان وحابين المكان، هم حاسين ان هم جزء من المكان لا يتجزأ من هذا المكان. البيت نفس الكلام، لان هو برضو اكيد له دوره، اكيد ان هو شجع وكافح وصبر لغايه لما شاف نتيجه تعبه وشاف تحقيق احلامه. حقيقه قبل يعني ما اروح وانهي اللقاء مع الاستاذ صالح، عاوز اوجه رساله لاسره الاستاذ صالح. الحقيقه انا بشكركم، ان احنا طبعا لما يكون موجودين النهارده مع شخصيه من اهل القمه اكيد لكم دور جدا جدا، فانا بشكركم وبشكر كل من ينتمي لشركه فيرست كوزماتكس الحقيقه، لان هذه الشخصيه اللي موجوده النهارده من الشخصيات اللي انا على المستوى الشخصي بحبها جدا، من الشخصيات اللي فعلا تكون نموذج مصري مهم جدا جدا قدام الشباب المصري والعربي والافريقي والعالمي. ودايما بنقول احنا بنقدم صوره مضيئه، والاستاذ صالح اعتقد يعني من الصور اللي مهمة جدا جدا للمصري ان هو بيحب بلده قوي قوي الحقيقة. يعني
وكمان بشكرك انت كمان ان احنا سمحت لنا ان احنا نسجل معاك النهارده الحقيقه. ده انا بشكر برنامج اهل القمه وبهنيك عليه، وفي الحقيقه برنامج قوي جدا، بيقدم قصص نجاح حقيقيه فعليه، دي نموذج جيد للشباب انه يحتذي بهذه القصص ويكون يقدر انه يعمل قصص نجاح افضل واحسن من كده بكتير. طب نقدر عايزين نوجه رساله للشباب، يعني نقدر نقول لهم ايه؟ يعني احلم، اقول للشباب احلم، واحلم وخلي حلمك كبير، ما تخليش حلمك صغير. احلم بحاجه انت في دماغك ان انت مستحيل تحققها، لكن صدقني طول ما بتشتغل وطول ما بتنتج وطول ما بتضيعش وقتك في حاجه بلا قيمه، صدقني هتوصل لحلمك. مش بس حلمك، هتلاقي ان انت ربنا كافئك بالاحسن كتير من اللي انت حلمت بيه. فاشتغل واحلم واجتهد، دي نصيحتي طبعا، وما تضيعش وقتك في حاجات تافهه. واستفيد من الخبرات، يعني قصه زي النهارده استفيدوا منها يا جماعه. بالظبط. يعني انا بشكرك ان احنا النهارده كنا موجودين مع حضرتك، وسعداء جدا جدا، بس احنا هنكمل مع حضرتك لانها دايما دايما في اهل القمه عايزين برضو نواصل متابعه قصص النجاح وحكايه النجاح اللي ناجحه اللي زي حضرتك كده. اشكرك يا استاذ فيصل، واشكر حضرتك تشريفك النهارده الفيرست، وانت دائما شخص عزيز جدا على قلبي، انت شخص مخلص ودؤوب ومحترم، ودي حاجه اسعد بيها دائما ان اكون معاك. أعزائي المشاهدين، يعني أنا في نهاية هذا اللقاء الحقيقة يمكن من اللقاءات اللي بالنسبة لي عزيزة على قلبي وأنا بحبها، والشخصيات الأستاذ طارق، يعني بعيدا عن التصوير وبعيدا عن الحلقات التلفزيون، هو شخص أنا بحب أقعد معاه، بحب فكره، بحب الرقي اللي هو فيه دايما، وهي دي الصورة اللي عايزين نصدرها للعالم كله عن النماذج المشرفة في بلدنا. انا بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر الاستاذ طارق مره تانية، وان شاء الله نشوفكم في حكايه جديده مضيئه وصوره مصريه جديده الاسبوع القادم.